أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة الصف الأول للثانوية، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض الأرقام من 50 لحد 100 زائد أدوات الاستفهام، فأنا هشتغل مع الشباب هنا معايا وأنتوا هتراجعوا معايا من خلال الشاشة. أول حاجة هي رقم 50. رقم 50 يعني سان كونت، سان كونت 50 يعني سنكون. طب 51 لما تفتكر الارقام القديمه كده تفتكر انا كنت بعمل ايه؟ بضيف كلمه و وبعدين بقول رقم واحد، ف 51 اللي هي ايه؟ سنكون اي ان، سنكون اي ان. طب 52 بتشيل الواو، حرف الواو اللي هو الاي تي، تمام، وبتشيل الواحد وتحط اتنين يبقى على بعض اسمها ايه؟ 52. فكلمة 52 يعني 52، 52. 53 شيل الاثنين وحط 3، 53. 54 شيل الثلاثة وحط 4، 54. 55 شيل الأربعة وحط 5، 55. 56 شيل الخمسة وحط 6، 56. طيب 57 حوش الستة وحط 7، 56. 58 حوش السبعة وحط 8، 58. 59 شيل التمانية وحط 9، 59. أما رقم 60 فهيبقى اسمه 60 يعني رقم 60 معايا؟ تمام، رقم 60 يعني 60. طيب 61 هتبقى ايه؟ 61 انا هقول حرف العطف واو زائد كلمة واحد، فأقول 60 اي ان، 60 اي ان، 60 اي ان يعني 61. طب 62 حوش حرف العطف واو وحوش رقم واحد وحط بدلهم اتنين يبقى 62. طب 63 زود واحد على اتنين تبقى 3، 63. 64 زود واحد على 3 تبقى 4، 64. 65 زود واحد على 4 تبقى 5، 65. 66 بتزود واحد على 5 تبقى 6 فتقول 66. طيب 67 بتزود واحد على 6 تبقى 7، 66. 68 زود واحد على 7 تبقى 8 فتبقى 68. طيب رقم 69 بتزود واحد على 8 تبقى 9 فتقول 69. اما رقم 70 عارف بتعمل ايه؟ بتزود واحد على 9 تبقى 10 فتقول 70. يبقى ال 70 اللي هي كام؟ 60 و10، 70. تمام يا شباب؟ بعد 70 71 هتبقى ايه؟ 71 هتبقى برضه نفس الفكرة، هتزود حرف العطف واو وتزود واحد على 10 تبقى 11. احنا قلنا في الأول رقم 70 اللي هو 70 اللي هي 60 زائد 10، تمام؟ طيب 71 هتبقى 60 اونز يعني 71 اللي هي كام؟ 60 زائد 11، هي كده 60 زائد 11، تمام؟ 72 زود واحد على 11 تبقى 12، 72. زود بعد كده 73 بتزود واحد على 12 تبقى 13 اللي هي 73. 74 زود واحد على 13 تبقى 14، 74. 75 زود واحد على 14 تبقى 15، 75. 76 زود واحد على 15 تبقى 16، 76.
77 زود 1 على ال 16 تبقى 17، فتقول 77 77. طيب 78 زود 1 على ال 17 تبقى 18، فتقول 78. طيب 79 89 79 زود 1 على ال 18 تبقى 19، فتقول 79. تمام يا شباب؟ 79 يعني 79. أما رقم 80 معايا هنا، أما رقم 80 فهو 80 80 يعني 80، اللي هي كام؟ اللي هي 4 عشرينات 4 عشرينات. طيب بنقول 81 81 اللي هي 80 80 يعني 81. وتلاحظ هنا حاجة، خليكم معايا، تلاحظ إن 81 ما فيهاش حرف العطف وما فيهاش الـ ات، تمام؟ 81 ما فيهاش. طيب 82 بحوش الواحد احط 2، 82 هتبقى 82. 83 زود 1 على 2 تبقى 3، 83. 84 زود 1 على ال 3 تبقى 4، فتقول 84. 85 زود 1 على 4 تبقى 5، 85. 86 86 87 86 88 88 89 89. أما رقم 90 فهيبقى 90، يعني 4 عشرينات و10، اللي هي 80 و10، 90. طيب ده رقم 90، 90 اللي هي 80 زائد 10. أما رقم 91 هيبقى إزاي؟ هيبقى 91، زود 1 على 10 بقت 11. طيب 92 زود 1 على 11 تبقى 12، 92 93 94 95 96 97 98 99. طبعا اللي هي 99 اللي هي 99. اما رقم 100 هو الرقم الاخير عندنا، هو رقم جديد اسمه 100 100 100. تمام يا شباب؟ 100 100 يعني 100، وده بالنسبة للأرقام.